نحييكم مشاهدينا الكرام بأطيب تحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة وهي لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدين الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج القوس الناري حتى الساعة 12:45 دقيقة من ليل الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج الجدي الترابي ويمكث فيه حتى الساعة 8:21 دقيقة من صباح السبت، ليدخل برج الدلو الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 6:41 دقيقة من مساء الاثنين. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى ليل الأربعاء في برج القوس الناري. من ليل الأربعاء وحتى صباح السبت في برج الجدي الترابي، من صباح السبت وحتى مساء الاثنين في برج الدلو الهوائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية المعينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الأربعاء والتي بدأت من الساعة 2:18 دقيقة ظهرا وتستمر حتى الساعة 12:45 دقيقة من بعد منتصف الليل. يوم الجمعة من الساعة 12:03 دقائق ليلا وحتى الساعة 8:21 دقيقة من صباح السبت. يوم الاثنين من الساعة 1:24 دقيقة ظهرا وحتى الساعة 6:41 دقيقة مساء. مشاهدينا الكرام، المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. وننتقل لأول مكالمة نشوف فيها الخط. ألو. ألو نعم. ألو. مرحبا، هلا بيك. مساء النور يا هلا. أنا هلا من العراق دا أتصل. أهلا وسهلا بيك، تفضلي. مواليدي 17/6/76. 17/6/67. اوكي. نعم 76. اي نعم. بين الساعة 7 إلى 8 صباحا. 7-8 صباحا، اوكي. بس بدي أسأل عن طالعي الصراحة، لأنه ما أعرف الطالع مالي. زين. وأعرف من أرقامي لأن عندي هواية ثمانيات، أعرفها محدودة. الحظ مو مشكلة، بس ردت أسأل هم إذا مسكين زحمة عن مواليد زوجي، لأنه هو 23/9/63 ساعة 3:00 إلى 4:00 فجر. دقيقة، 23 23/9/63 أوكي. الساعة 4:00 فجرا. أوكي. بس المشكلة هو بين ميزان وبين عذراء، أتصور. أي هاي سهلة، مو مشكلة، ما طولت أرفين الساعة كل الزين. إن شاء الله. سبعة ثلاثة دقيقة. انت برج الجوزاء متزوجه من وقت لو متاخر؟ بس لا والله
أخرى قبل سنة ونص تقريبا. أوكي تزوجت. طالع لأن حطيتها 7.5 أنا بصراحة، فيكون الطالع بنهاية السرطان درجة 29، فقد يكون هو أي نعم هو السبب للتأخير، فطالع السرطان راح يكون. أوكي نجي على دكتور بعد خلاص تفضلي. أكو فرصة حمل بالنسبة لي؟ أنت إليش دقيقة عندك فرصة؟ أي نعم ممكن. أنت عندك مشاكل؟ لا ما عندك مشاكل، ما عندك مشكلة، عندك نعم عندك فرص. كبرج مثلا البيت الخامس عندك فارغ ما بيفت كوكب، كبرج الجوزاء يعني البيت الخامس يكون عندكم بالميزان، من الخريطة يكون عندك البيت الخامس بين العقرب وبين يعني قسم من العقرب وجزء كبير منه في برج القوس، فبالتالي وضع الحمل ما عندك مشكلة بصراحة. يعني أهم شيء ما عندك فتشي عطل عليك موضوع الحمل. نجي على زوجك لأن قطع الخط 23/9/1963. هذا يكون من مواليد برج العذراء. أوكي 100% يعني لأن الشمس ساعة 9:24 مساء يوم 23/9/1963 انتقلت الشمس من برج العذراء إلى برج الميزان، فبالتالي هو يعد من مواليد برج العذراء. من ناحيته هو عنده هذه السنة والسنة 2020 حالياً خاصة الفترة الحالية إيجابية جداً للحمل والإنجاب بشكل خاص، على اعتبار أنه كوكب المشتري في برج الجدي هذا يعد لهم البيت الخامس، فسنة 2020 كلها يكون عنده فرص كبيرة. فمن ناحيته إن شاء الله أوكي، بما أنه أنت ما عندك مشكلة فهذا حد ذاته مؤشر إيجابي إن شاء الله. إن شاء الله أكون جاوبتش. نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو ألو مرحبا. مرحبا أهلا وسهلا. ممكن أشارك؟ تفضلي تعال الهواء. أريد أعرف مواليد 28/12/93 أوكي. عن الزواج والحاجة ساعة الولادة من العصر لنهاية العصر. العصر اللي شنو؟ نهاية العصر يعني ما دخل على المبرد. أوكي دقيقة بس دقيقة. 28/12 العصر يكون خلينا نقول بالأربعة. أوكي ٢٢/12/1993 اوكي. انت من مواليد برج الجدي والطالع الطالع يكون الجوزاء. اوكي انا حطيتها الساعه 4 العصر زين. اذا ورا الاربعه مثلا خلينا نقول بالخمسه الا ربع او 4:30 هيك شيء ورا الاربعه ونص العفو، أنا ذاك يكون عندك مشاكل بالزواج. قبلها يعني قبل الأربعة ونص ما عندك أي مشكلة. نعم. خليها ورا الأربعة لأن أكو مشاكل بالزواج هواية. أوكي لعد إذا احتمال جاي بالأربعة ونص أنا ذاك أنت بشكل عام يعني انتبهي في موضوع الزواج، يعني إذا صار عندك فرصة وارتبطتي إن شاء الله كوني كلش حذرة. الشيء نعم. صار ارتباط وصار انفصال. شلون؟ مدى اسمعك؟ صار ارتباط وصار انفصال. حلو. لا انت جاي على 4:30 اوكي؟ هسه هذا اكيد يكون. عموما عندك فرصه ايجابيه هذه السنه من حاليا يعني الفتره الحاليه اللي احنا بيها وتمتد وياك طول 2020، عندك فرص جدا ايجابيه من ناحيه الزواج بشكل خاص. بس اللي عليك انت شنو يعني اللي عليك شنو تسوي؟ الشخص اللي ترتبطين به شوية كوني حذرة في اختيارك، تأكدي من عنده على سبيل المثال
يعني تأكدي من مشاعرك أو أني من عنده يعني شون من عنده يعني تتفهمي أو لا تتحملي إلى آخره، تعرفي كل الزين في سبيل أنه تمشي العلاقة مثل ما أنت تريدين وبدون مشاكل إن شاء الله. أكبر برج للزواج إليه؟ أكثر برج أنت كبرج جدي الأبراج اللي تناسبك السرطان. أنا يعني مو بنيه. شنو؟ العفو؟ البرج اللي تحكي عنه برج ولد مو بنيه. اوكي، افضل الابراج اللي تناسبه هذا برج الابراج المائيه سرطان العقرب الحوت، بالدرجه الثانيه العذراء والجدي، بس هذا مو قياس. يعني ان هذول صح الابراج اللي تناسب مواليد برج الجدي بشكل خاص من ناحيه الزواج والارتباط، بس يعتمد حسب تاريخ الشخص المقابله الطرف الثاني. يعتمد ايضا يعني على مواليده هو بالاضافه الى مواليد هذا الشخص، نشوف وضعيه الكواكب هي اللي تحدد العلاقه اكثر من ما مثلا هسه ذكرت ليش السرطان العقرب الحوت والثور والجدي والعذراء العفو. فاهم شيء تاريخ الميلاد. نعم. اي نعم. زين الاهل عندهم سفر، هم قاعدين بتركيا، راح ينتقلون باكر من محافظة لمحافظة. لا 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 لا، اسمع قبل ما تقولي لي هذا الموضوع خليه ينساه. هو بالذات باكر راح يصير كسوف للشمس برج الجدي، فالفترة غير إيجابية إنه يخطي هيك خطوة مهمة، خليه يأجلها على بداية على الأسبوع اللي يجي يكون أفضل له. باكر أبدا لا، مو مال هيك يقدم على هيك خطوة مهمة. إنزين حتى الأهل مو زين لهم؟ الكل الكل باقي الكل بغض النظر اذا برج الجدي، هو الجدي اكثر الناس متضرره، بس كل الابراج باشر يحاول نمشي اليوم مثل ما هو عليه بدون تغييرات او خط، يعني مثلا ناخذ قرار هام حاسم او فد شيء، بس الجدي اكثر شيء المتضررين، بس احنا كلتنا لازم نتمسك بهذا الموضوع. اوكي، يعني افضل فتره لهم ما ينتهي مثلا ما على الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي ورا بعد احسن يكون هيك شيء، على بداية السنة الجديدة يكون أفضل إن شاء الله. إن شاء الله أكون جاوبتك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو ألو. نعم تفضلي. مرحبا دكتور، كيف؟ تفضلي تعال الهواء. ممكن أعرف أختي كم تاريخ الميلاد؟ 20/5/1969. 20 69 العفو، كم بشهر؟ ماي 20/5/1969 صح؟ ايوه. اوكي، اي ساعة وبأي بلد؟ الجزائر، بلد الجزائر. اوكي، توقيت من منتصف النهار الثالثة زوالا. اوكي، ثالثة. اوكي، شنو سؤالك؟ عن كل شيء وبالتحديد عن بيع السكن، انتقال إلى سكن آخر. انتقال إلى سكن آخر، متى الوقت اللي هي مقررت تحول به السكن؟ يعني أنا اللي هي اللي ببالها. هي ما عندها وقت محدد، هي تسأل بشكل عام. بشكل عام دقيقة. أوكي، 20/5/1969. أوكي، هي من مواليد برج الثور والطالع العذراء. شنو موعد السكن اذا هي ما مستعجله بشكل عام، يعني ما عندها مشكله، بشكل خاص حاليا اي وقت اللي تريده وقت ايجابي. اوكي، بس تتجنب مثلا الفتره اللي هي باكر بكره راح يكون غير ايجابي بصوره خاصه. كبرج الثور بشكل خاص الأفضل فترة لهم خلال عام 2020 هي الفترة اللي تكون من 28 أكتوبر لغاية 21 نوفمبر. هاي الفترة المثالية لمواليد برج من 6 أيلول سبتمبر لغاية 2 أكتوبر.
هاي الفترة المثالية خلال عام 2020. قبلها بعدها ما عندها مشكلة بشكل عام، يعني هذا الموضوع يعتمد عليها هي الوقت اللي هي تختاره، بس مثلا أنا أعطيش تاريخ خلال السنة كلها، هذه أفضل فترة بالنسبة كبرجها لعام 2020. أوكي. ممكن أعرف أرقام أحد 7 8 أوكي 7 8 9 أرقامها 2 و5 و6. هي محظوظة من الأرقام إنسانة طبيعية من الخريطة، بس اسمحي لي من الخريطة أيضا طبيعية. ممكن أعرف برج ثاني؟ شيء مختصر تفضلي. 18/8/1980. أي ساعة؟ 18/8/1980. نعم، أي ساعة؟ الساعة من 7 إلى 8 صباحا. 7:30 صباحا. شنو السؤال؟ عن الزواج. دقيقة. 18/8/1980. هذه أدها فرصة إيجابية الفترة المقبلة اللي هي حاليا خلينا نقول لحد 13 يناير. هاي الفترة المثالية لمواليد برج الأسد من ناحية الارتباط والزواج بشكل خاص. من الخريطة ما عندها أي شيء يدعو للقلق، ومن الخريطة أيضا بما أنه هي طالعها راح يكون العذراء. أوكي، أدها فرصة إيجابية تستمر لغاية أول يعني خلينا نقول شهر شباط فبراير. هاي الفترة جدا لها إيجابية من ناحية الارتباط والزواج إن شاء الله. أهم شيء أنه من الخريطة ما عندها شيء يعطل عليها موضوع الزواج، والحمد لله والشكر. أوكي، الطالع العذراء. شكرا. أهلا. ممكن توصل محت برج ثاني؟ لا والله ما عندي وقت، أعتذر، على المرات المقبلة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة للأسئلة ومشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. كسوف الشمس في الساعة 8:13 من صباح يوم الخميس الموافق 26 من كانون أول ديسمبر، يولد القمر هلالا في برج الجدي الترابي، وسيحصل كسوف جزئي للشمس في نفس البرج، ويمكن رؤيته من منطقتنا ومعظم آسيا وأجزاء من شمال شرق أفريقيا وشمال غرب أستراليا. يحصل كسوف الشمس عندما يقف القمر حائلا بين أشعة الشمس والأرض، إذ يتواجد ثلاثتهم الشمس القمر والأرض على خط واحد. في هذه الفترة نشعر بضغط ينال من قوة شخصيتنا، كما نفقد السيطرة على عواطفنا. يلاحظ أيضا أن الطيور في السماء والأسماك في البحار تفقد اتجاهها ويصيبها نوع من البلبلة. كان المنجمون الكلدانيون والبابليون أول من نجح في التنبؤ بحدوث كسوف الشمس، فقد اكتشفوا أنه بعد حدوث كسوف ما يعود كسوف آخر ليحدث في نفس الموقع بعد مرور 6585 يوم. هذه الدورة التي تستغرق نحو 18 عاما معروفة باسم دورة ساروس، وقد عرفها البحارة من قرون عديدة. كان الاعتقاد الشائع لدى الشعوب القديمة لا سيما الصينية وقبائل المايا في أمريكا الجنوبية أن ثمة ثعبانا ضخما يحاول ابتلاع قرص الشمس عند حدوث الكسوف. ما زال بعض الفلاحين في أيامنا هذه في بعض أرجاء العالم يخشون الكسوف، فيرتدون لباسا أحمر ويطلون أشجار الفواكه باللون الأحمر ليحموا أنفسهم وأشجارهم من أشعة الشر.
عند حصول الكسوف يفضل الامتناع عن اتخاذ قرار هام والإحجام عن أي التزام والامتناع عن شراء حاجة ثمينة. قد نتعرض أيضا لحالة نفسية أو جسدية غير مريحة ويفضل عدم إجراء عمليات جراحية، كما يجب الحذر من الأدوات الحادة والكحوليات. هذه فترة سيئة أيضا للمنافسة في المباريات الرياضية، ويزول التأثير السلبي للكسوف غالبا بعد 3 أيام. أجدد إنجاز تكنولوجي، أحدث المنظومات، كلها اجتمعت لإنتاج تلفزيون عالي الجودة ليزر تي في هايسنس، بصوت نقي وألوان جذابة جهزت لك خصيصا. شاهد ليزر تي في هايسنس مرة واحدة، عندها تعرف معنى الصوت والصورة الحقيقية. هايسنس، من هنا ترى العالم الحقيقي. مشاهدينا الكرام، مشاركة تواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وهي لإرسال مشاركاتكم أو تواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور يا هلا. ياسين هبة، مواليد 2001 و91. شلون هاي؟ لا، 20 21. 20 21. أوكي. 91. 91. أوكي. مواليد الفجر. زين، شنو صارت هبة؟ يعني أريد أطالع وعن حياتي بصورة عامة، يعني أنا لو أضيف كل شيء ما أعرف، يعني كلها واقفة ما أعرف شنو، يعني أريد عامة بين ما أدخل المعلومات بالكمبيوتر. أحب أقول لك بس إليك وللناس، يعني المتابعين كلهم، أكو فد أمور ما تمشي مثل ما إحنا نريد كن فيكون. يعني مثلا اليوم مثلا ردنا شغله لازم باكر تصير، ماكو هذا المنطق بالعالم كله. اي صحيح. يعني ماكو واحد يجي على الدنيا وراسا عمره يصير 40 سنة و50 سنة. اكو امور لازم تمشي بطيئه، كلش بطيئه. وعلى سبيل المثال من ناحيه الحظ، مثلا نقول هاي السنه سنه الحظ، هذا الشخص مثلا هو صح السنه كلها يوقف وياه، بس اكو ايام بيها تظ فيها كل الزينه، اوكي، باقي الأيام راح تبقى طبيعية. نعم. فالأمور ما تمشي مثل ما إحنا نريد، إنه اليوم قلت فلان شيء لازم خلاص يصير. حتى تشوفين الحكي كله مكرر اللي أقرأ أني. يعني اليوم أحكي باكر مثلا ينطبق على البرج الورا، مثلا أسبوع الورا يصير غيره، أو شهر الأخ نفس الحكي تقريبا ينعاد. هذا مو إنه مثلا إنه الحكي مكرر، لا، بس هي دورة الحياة هيك، هذا المقصد. عموما ما اريد اقطع من، يعني اطول عليك المكالمة. انت من مواليد برج الجدي، طالع بس دقيقة، برج الجدي اتاكد، فجر اغلبها الجدي، بس دقيقة، طالع القوس. اوكي، اذا جاي الفجر. زين، اي فجر ويا الاذان 91، وعندي مقدمة على وظيفة، بس اتاكد يعني من برج الثور. نعم، 91، اي برج الجدي 100%. زين، أوكي. نعم، تفضلي. ومقدمة على وظيفة اني، صار لي فترة يعني بيها مثلا يعني يصير له هيك مجرد كلام ممكن مثلاً. ايه هذا بس باكر يعدي على خير، باكر خميس الجمعة وسبت ان شاء الله الاحد اطلع عندكم، بس يعبر هالاسبوع على 3 ايام تعبر عليك، وراها لا ان شاء الله الوضع يتغير يكون افضل لك. اوكي، وبكل شيء. نعم، يعني مثلا النصيب والحظ
اوكي النصيب انت ما عندك مشكله بالزواج، بالعكس يعني هاي انا حطيتها بالاربع الفجر. اوكي انت المفروض يكون عندك اكثر من فرصه للارتباط، اذا حتى لو قدمتها على سبيل المثال يعني بعد سويتها خلينا نقول 4.5 5 ما عندك مشكله من ناحيه الزواج. ما ادري انت مرتبطه قبل من الزوجه او مخطوبه وفاسخه او لا؟ ابدا لا ما عندك مشكله من ناحيه الزواج؟ لا ابدا، يعني يعني مثلا تصير هيك اشياء بس يعني ما تكمل. لا ما اخطب ولا اي شيء. اوكي بس فهمتك، ما عندك اي مشكله، لا تفكرين، ان شاء الله تجيك القسمه الزينه وتمشي الامور. من من من, من ان شاء الله. من مواليدك انت؟ اوكي عندك الزهر كوكب الزهره في برج الدلو ساعه الولاده، هذا شويه من النوع اللي انت قد تكونين بارده عاطفيا، من النوع اللي ما تفضلين علاقه رومانسيه على علاقه العاطفه اللي هي الرومانسيه اللي مثلا اللي عند الزهره بالحوت او بالعقرب او بالميزان، فمن النوع اللي ما تحبين تتقيدين عاطفيا، قد هذا يكون فد واحد من الاسباب. اوكي ومع ذلك الفترة الحالية اللي تستمر لغاية منتصف شهر كانون ثاني يناير اللي يجي عندك فرص إيجابية جدا من ناحية العاطفة، وأهم شيء مثل ما ذكرتك ما عندك شيء يعطل عليك موضوع الزواج، ولا تفكرين بهذا الموضوع إن شاء الله. وإن شاء الله أكون جاوبتك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو ألو مساء الخير. صار خلاص مساء النور يا هلا. العفو أنا هلا أول اتصال الخلاص. اهلا وسهلا. هذا العفو، كنت تسال عن الحظ والمال بالنسبه لي انا 17/6/76 17/6/76 اوكي نعم. 5/5/2/1/8/5 ارقامك 1 و5 و8 اوكي نعم. من ناحيه الحظ من المواليد انت نجاحك في الحياه يعتمد على عنصر المثابره والاجتهاد وليس على عنصر الحظ، كونك مولوده يوم 17 اوكي نعم. هذا من ناحيه الحظ. وبعد شنو سؤالك؟ المال. المال هذه السنه اللي احنا بيها اللي هسه بدت وتستمر وياك كل لحد 19/12/2020 احلى سنه لك من ناحيه المال، ما عدا باكر شويه كوني حذره، انتم مواليد برج الجوزاء بشكل خاص ومواليد برج القوس بشكل خاص تنتبهون لاموركم الماليه، لا تخفلون احد او لا تداينون احد فلوس، اذا اللي داين باكر فلوس خليه ينساها بعد لا يفكر ترجع له لو يطيها المليونير. اوكي فمن ناحيه المال بس هاليومين ثلاثه مشوها وراها، لا الامور الماديه المفروض ان شاء الله. طبعا اللي عنده شغل مو مثل اللي قاعد بالبيت، طبعا ما راح تجي فلوس بنفس الشخص المستوى اللي يكون دا يشتغل تاجر او اللي راح يكون اكثر من راح يجي له من ما يكون موظف الى اخره، فيعتمد حسب الشخص اكيد. هذا من ناحيه سؤال اخير بالنسبه للتوافق بيني وبين زوجي اللي هو 23 شو تسوي بالتوافق؟ انت 76 هو 63 صح؟ حسب ما اتذكر مو؟ نعم 63 نعم. شو تريد تبدلي مثلا؟ تقولي له بعد ما رد خلاص. ما بدلت الدنيا. اي بعد شكو بعد خلاص هي انت هاي يعني. خافوي بدلني. نعم. لا خافوي بدلني يعني شو بدله؟ ما بدلني. القصد هو مثلا من انا واحد يسالني دائما اذا منتبه علي المتزوجين يعني صار لهم فتره نهائيا ما جاوبهم، حتى لو مثلا اعرفها خليها مثل خلوها مثل ما هي، ما اريد اقول لك اخاف اقول لك مثلا لا سمح الله شويه العلاقه مو زينه تظلون تتوهمسون وتسوون انتم مشاكل من عندكم، فخليها على الله احسن ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك. اهلا وسهلا. يا هلا مع السلامه. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ؟ خير الله يسلمك يا هلا. أنا مواليد 2006/9 6/9/2000 أي ساعة؟ والله ما عندي علم. ليش؟ أنت يعني 2000 قريبة هاي تقدر يعني تقدر تسأل بيها. المهم أنت من مواليد برج العذراء، شنو سؤالك؟ والله عن حياتي العامة، لأن شوية مشاكل عائلية بشوف شلون يعني. أوكي
أنت من مواليد برج العذراء، أرقامك 5 6 و 8، شنو اسمك؟ ياسر عمار. نعم؟ ياسر. ياسر؟ إيه نعم. أوكي ياسر. ياسر أنت من مواليد برج العذراء، أرقامك 5 6 8، أنت بشكل خاص نعم. حياتك إذا ويا أهلك عوفك يعني مثلاً إذا ويا الأهل أو بشكل عام بأي شيء مجالات الحياة كافة، عندك شوية صعوبات، تواجه صعوبات أو تحديات أو عراقيل، شو ما تسميها سميها، سببها أنه أنت إنسان غير محظوظ. نجاحك في الحياة يعتمد على عنصر المثابرة والاجتهاد وليس على عنصر الحظ، وتطلع لك مشاكل أنت بغنى عنها بين فترة وأخرى. الفترة اللي راح تجي بداية السنة بالذات وتستمر تقريبا نص شهر الثاني، خلينا نقول هذيك الفترة تنتبه أكثر لعلاقتك العائلية. ليش؟ لأن إذا أنا ذاك كوكب المريخ يكون في برج القوس، هذا يعد لكم أنتم مواليد برج العذراء البيت الرابع المسؤول عن العائلة، فمواليد برج العذراء مقبلين على يعني من الممكن أن تحدث عندكم مشاكل لا سمح الله أنتم بغنى عنها، فيتوجب عليكم أن تلتزمون تتخذون خط أو أسلوب دبلوماسي في تعاملكم ويا أفراد العائلة والتجنب نقاش حاد وياهم في حال صار عندكم فتشي من هذا بهذا الخصوص، في سبيل تتفادون المشاكل اللي أنتم فعلا راح تكونون معرضين لها. فمن ناحية المشاكل العائلية نعم، أو أنت بشكل خاص عندك مشاكل بشكل عام، بس مشاكل العائلية نعم عندك هاي الفترة راح تجي راح تكون شوية صعبة، فحاول أنه تكون صبور أكثر في تعاملك ويا أهلك بشكل خاص في سبيل تتغلب على أي مشكلة تتعرض لك لا سمح الله آنذاك. وإن شاء الله أكون جاوبتك. ونأخذ اتصال هاتف آخر. له ألو. نعم ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ خلاد. نعم تفضلي. أنا من مواليد برج 24/2/89. 24/2/89. نعم نعم. أريد أعرف على حظي والقمر بشكل عام، يعني حياتي بشكل خاص يعني. 9 8 6 7 أرقام 6 و7 و8. من ناحية الحظ أنت غير محظوظة. أوكي زين. من الأرقام فنجاحك بالحياة يعتمد بكل شيء، أي شيء تريدي تعتمدين على نفسك وليس على عنصر الحظ. تطلع لك مشاكل أنت لا بيها ولا عليها، مثلا يوقع استكان يذبوا براسك، أنت مو ما كنتي بالمطبخ، بس المهم عادي تحملي، بس اي شيء اللي تريدي تحصليه بتعبك واجتهادك، هذا من ناحيه الحظ. بس توصيل ممكن توصيل المراكز الاجتماعيه جدا مرموقه، اللي مثلا غيرك يكون جدا محظوظ ما يحصل هذا المكان، انت تحصليه باجتهادك. نعم هذا الشيء وارد، مو انه معناه انه انت حياتك نهائيا فاشله لا سمح الله الى اخره، لا توصيل بس بتعب اجتهاد واصرار ومثابره، هذا من ناحية الحظ. أوكي ممكن أعرف. نعم. ممكن أعرف الطالع. أنا الولادة بين الساعة 11 وساعة 12 الظهر. 11:30 صباحا. ديالة. دقيقة. 24/2/1989. طالع الجوزاء. انت متزوجة؟ يعني عندك مشاكل بالزواج؟ بالفعل. عندك كوكب اورانوس في البيت السابع يتوجب عليك تكونين حذرة جدا في تعاملك ويا الطرف الثاني، هذا اذا 11:30، واذا عبرنا 11:30 بخمس دقائق همينا راح يكون عندك مشاكل، فموضوع الزواج جدا كوني حذرة. عندي سؤال قبل ما شو اسمه انت اخر مكان. بالنسبه للعمل انا مقدم على العمل وانتظر يعني اوكي الله ان شاء الله يصير، بس شويه راح يصير قد اذا انت اشتغلتي بدايه السنه الجديده بالذات لحد منتصف شهر الثاني شويه كوني حذره. مواليد برج الحوت كلكم انتبهوا في مجال العمل بشكل خاص، لان شويه انا ذاك
راح يكون الجو مكهرب. ليش راح يكون كوكب المريخ في برج القوس؟ فالوضع ما راح يكون مريح. وراها لا، على طول السنة يكون طبيعي إن شاء الله، ما عندكم شيء إن شاء الله خير. شكرا. أهلا وسهلا بك، أهلا بك، مع السلامة. مشاهدين الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، ألتقيكم بإذن الله يوم السبت المقبل. إلى ذلك الحين أسألكم الله تقبل تحياتي وتحيات السبت البث من تلفزيون شرقية، مع السلامة.